بسم الله. دلوقتي لو انا راسم مثلا سيرفس بالشكل دوت، عايز تمام، وفي مثلا شكل مرسوم جواه، وليكن مثلا نرسم اي شكل مثلا ريكتانجل اهوت بالشكل دوت. طيب عايز اخلي فيه قطع بين الاثنين، تمام، فهاجي هنا اختار امر اسبلت واختار الشكل دوت كبير وادوس انتر، وبعد كده اختار الشكل اللي انا عايزه يقطع وادوس انتر. دلوقتي انا لما اعمل سيلكت على الجزء دوت واقول له موف، احركه مثلا من هنا لهنا، تمام، الاقي الشكل ده بقى متفرغ، تمام. طيب لو انا عايز الغي الجزء دوت اللي هو الجزء اللي داخل دوت، هاجي هنا الاقي امر، اجي هنا كده ادوس هنا، الاقي في امر هنا اسمه ان تريم، او اكتب فوق ان تريم اهوت، وبعد كده اعلم على الجزء دوت هيختفي ويرجع الشكل زي ما كان. وممكن من خلال السيرفس تول هنا، تمام، اقدر اقول له مثلا انا عايز اعمل شو اوبجكت كنترول بوينت، تمام، واروح معلم على الشكل دوت، تمام. لو في اتنين عنصرين جنب بعض بيبدا يجيب لي القايمه دي، اختار مثلا عايز كيرف ولا عايز سيرفيس، اختار مثلا سيرفيس، تمام، وادوس انتر. هيعمل ايه؟ هيجيب لي النقط اللي تخليني اتحكم في الشكل دوت، تمام. كان في شكلين فعلا جنب بعض، لو انا عايز موف اقول له موف، واروح احرك اعمل نقطه واقول له ايه حرك، حرك النقطه دي لان انا كنت عامل سيتك. طيب هخرج من الامر اعمل كده واقول له موف، واقول له انا عايز احرك من النقطه دي للنقطه دي. طيب ممكن بعد كده اجي في امر سيرفيس، هلاقي عندي حاجه اسمها اوفست سيرفيس، بيقول لي انت عايز في اي اتجاه، اقول له مثلا فوق او تحت، كده فوق كده تحت، تمام، هقول له مثلا فوق. طب بمقدار قد ايه؟ ديستانس خليها بمقدار 30، انتر انتر، اروح احرك الشكل ده بمقدار 30. ممكن لو انت عايز تعمل سيلكت لكل سيرفيس وتلغيها في مره واحده، هتقول له اديت، هتلاقي عندك هنا سيلكت اوبجكت، تقدر تختار مثلا كل السيرفيس، كل الكيرفز، كل اللاينز، البول لاين زي ما انت عايز، اقول له اول سيرفيس، روح معلم عليهم كلهم، وتقدر تقول له ديليت. طيب لو انا عندي مثلا شكل زي دوت وعايز اعمل له روتيت، تيجي هنا هتلاقي روتيت، روتيت بيقول لي كوبي ولا نو، يعني عايز وانت تعمل روتيت تحتفظ بنسخة الاصل ولا لا. طب انت عايز ايه عشان تبدا تعمل روتيت؟ عايز تديه نقطة المركز اللي انت تعمل روتيت عليها، وبعد كده اقول له مثلا عايز اعمل روتيت من هنا وابدا الف بالشكل بتاعي كده زي ما انت عايز، تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه، تمام. طيب في امر اخر للروتيت، روتيت 3D، تمام، بياخد الشكل اهوت، وابدا احدد هعمل مثلا على اني اكس او كده. طيب هقول مثلا عايز اعمل روتيت من الاكس دوت، تمام، وابدا اقول له انا عايز ان اهوت، وتقدر تطلع في اي اكس انت عايزه بالشكل دوت اهو. لاحظ في الرايت اللي هيحصل، تمام، حصل لفه، هي بتقدر تلف في الاكس او في الزد او في الواي زي ما انت عايز بالشكل دوت.